رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن قلوبنا لتحزن وإن عيوننا لتدمع وإنا على فراق فقيدنا لمحزونون. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة، اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. اللهم لا تحرمنا أجره، اللهم لا تحرمنا أجره، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، ولا تضلنا بعده، ولا تضلنا بعده. اللهم يمن كتابه وهون حسابه ولين ترابه وألهمه حسن الجواب وطيب ثراه وأكرم مثواه واجعل الجنة مستقره ومأواه. اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم إن كان محسنا فزده في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه يا أرحم الراحمين. اللهم مد له في قبره مد بصره واجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. وارزق أهله الصبر والسلوان ولا تفتنهم بعده ولا تحرمهم أجره وآجرهم في مصيبتهم
واخلف لهم خيرا منها إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم وأطعمه من ثمار الجنان واجعله ممن قلت فيهم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب إن كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأعنهم على جواب الملكين يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم بعد الحبيب حبيبا، واكتب لهم من مواهب رحمتك حظا ونصيبا. اللهم انقلهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفرش مرفوع مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم نور مرقدهم وعطر مشهدهم وطيب مضجعهم وآنس وحشتهم وارحم غربتهم. لا إله إلا الله الغفور الرحيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله يا من مصير كل شيء إليه ورزق كل شيء عليه، يا قديم الإحسان يا دائم المعروف، يا من يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في ليلة الظلماء، يا من إن تركناه لا يتركنا يمهلنا ويرحمنا ولا يجد القاصدون أرحم منه، يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم.